Okay, fifth. Move to page 99 in your book. We have exercise number 2 on our rule. على القاعدة تبعتنا. Circle the correct option to complete the sentences. Here, fifth, we have short summary about present simple and future simple. The present simple اللي هي نفسها اللي حتكون ال if clause, جزء ال if clause اللي بتيجي مع if. Future simple main clause اللي هي الجزء الثاني النتيجة. اوكي خلينا نرجع مراجعة سريعة. The present simple منعود عنه او منعبر express about it by using verb 1. منعبر عنه باستعمال التصريف الاول للفعل. And remember that if we have singular subject that means we will add as or es to the verb. If we have a plural subject that means we will not add anything to verb. اوكي إذا كان عنا نتذكر السبجكت الفاعل مفرد حنضيف أس أو إي أس للفعل. إذا كان جمع يعني ما حنضيف إيش للفعل والتصريف الأول نفسه. And we know that do does helping verbs for present simple. نعرف إنه الأفعال المساعدة بزمن المضارع البسيط من هما do does وإذا بدنا ننفي don't doesn't. Also, we have in future simple to express about something will happen or not happen. إيش رح يصير أو ما رح يصير that depends on present simple بيعتمد على الحدث الأول. Okay, we express about that by using will. نستعمل will عشان نعبر عنه because that is will means سوف. Okay, and if you want to negate the sentence we will use won't, that abbreviation of will not. Okay. One, if my friend comes we will go to the park. Okay, هلا كيف احنا بدنا نعرف الجزء الأول والجزء الثاني؟ We have comma. Comma connect between them. الفاصلة هي اللي بتخلينا نعرف الجزء الأول من الجزء الثاني. And we know the part with if. الجزء اللي بيكون مع if should be verb 1. رح يكون مع فعل الأول. ليش؟ لأنه present simple اللي هو if clause أو cause السبب بيجي مع الاف. if الشرطية اللي معناها ذا أو لو. وبيكون present simple. بيكون مضارع بسيط. Okay. يعني الفعل اللي بده يجي مع الجملة أو الجزء اللي فيه F حيكون verb 1. برضو my friend singular تتذكروا حكينا الفعل منضيف له S إذا كان الفاعل مفرد. لو صاحبي أجا متأخر إحنا راح نروح على الحديقة. لو إجا لاحقا يعني أو متأخر شوي راح إحنا نروح على الحديقة. أوكي ذا second one or number two. Okay, sentence number 2. If we go to the park, we see or will see the sounds on the lake. Okay, عنا خلينا نعين أول إشي المين كلوز والإف كلوز. كيف رح نعينهم؟ من الكوما. عنا الكوما اللي هي بتفصل بينهم أو اللي بتوصل بينهم. Okay, تمام. عنا الجزء اللي بيكون مع إف رح نعرف إنه هو اسمه إف كلوز أو السبب. الجهة الثانية اللي ما معها F أو البارت الثاني اللي ما معه F هيكون هو النتيجة أو بسموه المين كلوز اللي بتحقق بتحقق السبب. أوكي تمام. بنعرف إنه الجهة اللي معها F لازم تكون بالبريزنت سيمبل تنس، لازم تكون بزمن المضارع البسيط. But the second one will be in future tense، لازم يكون أو رح تكون بزمن المستقبل. أوكي if we go عنا هون subject we جمع عشان هيك go ما حطينا لها s او es. تمام هاي present simple tense. تمام that means the second one will be in future يعني حنستعمل will. تمام تذكر future برضو will. okay we will see the sounds on the lake يعني اذا احنا رحنا على الحديقة هذا السبب او هاي الشرط. اذا تحقق اللي هو إن لو رحنا على الحديقة حنشوف البجعات على البحيرة. تمام؟ Now sentence number 3 is important. So important. كتير مهمة. ليش؟ Because we don't have comma between two bars. ما عنا فاصلة بين الجزئين من الجملة. Okay. We will stay at the home. Okay. LL that is abbreviation of well. اللي هو اختصار will. مرات منحط LL الابوستروفي LL double L. stay at home if it rains or will rain.
اوكي ما عندنا كوما بس احنا عندنا اف and we have here note عندنا هون in blue box note عندنا ملاحظة the if clause can go at the end of a sentence when it goes second don't use a comma اذا اجت بالجملة الثانية او بالجزء الثاني ما بنحط كوما او اذا اجت the middle of the sentence اذا اجت بنص الجملة ما بنحط فاصلة خلص لانه الاف هي اللي بتوصل بينهم بدل الفاصلة اوكي الجزء اللي بعد اف رح يكون present simple صح؟ اللي مع F رح يكون present simple والجزء الثاني حيكون مستقبل اللي هو future مع will present simple يعني التصريف الأول للفعل و it هون singular عشان هيك حطوا أسمحها فهذا التصريف الأول rain والrain معناها سوف تمطر اللي هو المستقبل لا احنا عندنا هون مستقبل we will stay at home اوكي number 4 if he arrives or will arrive late I will be furious If he arrived, will arrive late. We have comma here. عنا فاصلة. The part with if, اللي هو ال codes أو ال if clause, لازم يكون بال present simple, يعني التصريف الأول. اللي هو arrives, صح? Will arrive, اللي هي مستقبل. ليش ما رح نحط مستقبل? لأنه إحنا عنا هون I'll, اللي هي I will be furious. Okay. إذا هو وصل متأخر أنا حكون معصب أو رح أكون غضبان أوكي فهمت؟ يعني أنا حكون غضبان بيعتمد إنه حعصب أو ما رح أعصب حسب إذا هو وصل متأخر أو ما وصل فهمتوا كيف يعني؟ This part depends on the first one or of on if clause عفوا أوكي؟ Also in sentence number 5 we have negative sentence or negative part of these sentences أوكي؟ I won't finish or finish my homework if we don't turn off the TV. We don't have comma because we have if in the middle of the sentence. ما عنا فاصلة علشان عنا الاف اللي هي تربط بينهم. After if that mean الاف clause. اللي بتيجي بعد الاف هون دائما هي اللي بتكون if clause الشرط يعني السبب. اللي بتكون بالبريزنت سيمبل. If you don't turn off the TV إذا أنت ما طفيت التلفزيون عبرنا عنها بdon't turn off اللي هي فعل أطفأ تمام اللي هي التصريف الأول منها وdon't